قبل الفاصل كان بيكلمني دكتور احمد زايد عن التطرف والشباب، وان لازم يبقى فيه دور مهم لمؤسسة ثقافية عالمية زي مكتبة الاسكندرية. انا كنت بقول لحضرتك انه دايما التطرف بيبقى قائم على فكرة العقل الاحادي اللي بيفكر في حاجة واحدة فقط ويبقى ماشي مفيش. فانا عندي تصور انه احنا لازم نبني عقل الشباب على انه هو يؤمن بانه العالم اللي بيعيش فيه ده ساهم في بناء عالم ناس كتير جدا، فلاسفة ومفكرين وأدباء وشعراء، ويعني منذ القدم حتى من قبل الديانات السماوية ما تنزل موجودة. فلازم نحط في مخه هذا التراث وخليه يقراه. فرحت عامل سلسلة من الكتب الصغيرة كده اسمها تراث الإنسانية للنشء والشباب، بحيث ان انا ألخص له كل التراث الإنساني في برشامة صغيرة كده، أكتب له عن أرسطو وعن أفلاطون وعن سقراط وعن هيباتيا وعن شكسبير وعن أحمد لطفي السيء. طلعنا منها 25 كتاب وأنا عملتها. ولقى رواجا؟ نعم حبيبي، لاقى رواجا، بنبيع منها في المعرض ده، بيعنا حوالي 1000 نسخة أو 1500 نسخة من بتلاقي رواجا، لأن احنا بنبيعها هي يعني بسعر التكلفة، يعني المكتبة ما بتكسبش فيها ولا هي أصلا بتهدف للربح، انما احنا وانا عرضتها على مجلس الامنه ووجدت ترحيب كبير جدا جدا، لانه اللي هي قائمه على فكره عميقه شويه في فكره تكوين العقل، وانه هدفي في الاخر خالص لو احنا طلعنا الموسوعه كلها بدءا من التفكير في الحضارات القديمه مصر الفرعونيه والصينيه وكده والفلسفه القديمه لغايه دلوقتي، نقدر نعمل موسوعة نسميها موسوعة التراث الإنسانية للنشء، فيها مثلا نحط الكتب دي في مجلدات كده، نطلع مثلا 30 مجلد 20 مجلد، وتبقى إسهام بتاع مكتبة الأسكندرية ونحطه على النت ويبقى متاح ديجيتال ويبقى متاح للعالم كله مش لمصر بس، وللعرب كلهم مش لمصر بس. دكتور أحمد زايد، عايز أخد منك شوية أرقام. الرقم الأول هو عدد العاملين في مكتبة الأسكندرية، هو يفوق الألفين، يعني ما بين هنقول مثلا ما بين يعني تقريبا 2400 واحد تقريبا. عدد المترددين يوميا على المكتبة في المتوسط ما بين 1500 و2500. نسبة الأجانب من دول ما بين 400 لحوالي 800 يوميا. سعر التيكت او التذكره اتغير ولا لا يزال ثابت؟ في يعني انا كان في مطالب بان احنا نغيره، بس انا ما غيرتوش، خليته زي ما هو، لانه احنا محتاجين ان احنا نفتح المكتبه. وانا لاحظت حاجه مهمه جدا، وهي انه كتير جدا من اللي بيدخلوا المكتبه شباب واطفال، وانه بدات المدارس تجيب رحلات مدرسية، بس فأنا مش عايز أسد قدامهم السكة بحكاية الفلوس. إن أنا ما ممكن المدرسة تيجي تتفق معاك تقول لك وفد طلاب يعمل لك تخفيض. هم لو طلبوا على فكرة دخول مجانا بندخلهم. طبعا أطفال، وبعدين كمان أكثر من كده في كتير جدا من المدارس بتطلب كتب من المكتبة. يعني بص ألاقي جواب جايلي من مدرسة مثلا في كفر الشيخ وفي قرية مثلا، بتقول لي والنبي احنا ما عندنا المكتبة ده مش عارف ايه، وانا عايزك تديني عدد من الكتب وكده. واحنا عندنا كتب في المكتبة، بتبقى بنفرز الكتب كل شوية، فبنطلع عدد من الكتب فيها منها نسخ موجودة في المكتبة. يعني في بعض الشخصيات العامة بعد ما توفوا وصارهم اهدوا طبعا المكتبة. اهدوا المكتبة يعني، بس دي ما نقدرش نيجي عندها. طبعا ما نقدرش ناخد منها. اسرة هيكل على سبيل المثال، اسرة المرحوم هيكل واسرة السادات طبعا، وكتير احنا عندنا بقى المكتبات الخاصة، مكتبات كتير حوالي 50 مكتبة خاصة. يعني ناس اساتذة جامعة ومثقفين وكده اهدوا منهم، نور الشريف مثلا منهم، ناس كتير جدا اهدوا المكتبة الكتب بتاعتهم بتحط. فاحنا من الكتب دي بنبعت للمدرسة. وحدث السنة دي حاجة غريبة كده، في واحد جالي جواب مرة كده من واحد بيقول لي انت مدير المكتبة الاسكندرية واحنا قاعدين بعيد خالص، ما تبعتولنا الكتب استعارة واحنا نرجعها لكم تاني بالبوسطة بالبريد يعني. فروحت مكلمه بالتليفون، وهو اتفاجئ ان انا بكلمه بالتليفون لانه كاتب رقم التليفون. قلت له انا مدير مكتبة الاسكندرية، انت بتحب تقرا في ايه وكده؟ قال لي انا بحب اقرا في الكون والبتاع. فروحت بقى ايه يعني، مفيش في قانون المكتبة ان انا ايه اهدي للناس كده كتب بهذا الشكل، مفيش. فروحت دبرت له بقى باشكال بطريق او باخر 3-4 كتب وحطيتهم في ظرف وبعتهم له بالبوست.
وكان نفسي اعمل كده، اخلي يعني اعمل فكره كده، بس انا طبعا لما انا طرحتها قالوا لي احنا ما فيش عندنا في اللائحه ان احنا نهدي كتب بهذا الشكل، ان انا اعمل برنامج في المكتبه اطلب كتاب وهو يبعت لي رساله يقول لي والنبي ابعت لي عايز اقرا ثلاثيه مثلا ابراهيم عبد المجيد الروائيه، اروح بعتها له مشكله معاه وانا كده خلايا تقاري. هو اللائحه ما ينفعش تتعدل؟ ينفع انها تتعدل وانا نفسي اعمل كده، ده انا من الحاجات اللي موجوده في ذهني بس لسه ما اتحطش على الورق. الكتب دي اهداء ولا استعاره؟ لا اهداء. اهداء. اهداء لان عندك منها نسخ مقرره. عندنا نسخ مقرره فممكن نهديها للاخرين، ممكن نبعتها للاخرين، ممكن نهديها للاخرين. فالمكتبه اصبحت مقصد سياحي كمان، يعني دلوقتي الشركات السياحيه بتحطها في الليسته بتاعتها في السياحه، يعني يزور اماكن في اسكندريه وينتهي او يبدا بمكتبه الاسكندريه.